هنبدأ مع حضراتكم بأهم وأبرز الأخبار. مجلس الوزراء أكد أن جامعة القاهرة احتلت الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية بالعديد من التصنيفات الدولية. كمان هيئة الرعاية الصحية أكدت تسجيل أكثر من 22 مليون تردد أو 22 مليون زيارة على منشآت الهيئة. تفاصيل وأخبار تانية هنتعرف عليها في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أعلن أن جامعة القاهرة وصلت خلال عام 2023 تقدمها غير المسبوق في التصنيفات الدولية، واللي حققته ولا تزال مستمرة في تحقيقه، مشيرة إلى أن التقدم انعكس على وجودها في مراكز متقدمة في جميع التصنيفات الدولية لأفضل جامعات العالم بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية ومستوى خريجيها في مؤشر التوظيف الدولي. امبارح أعلنت هيئة الرعاية الصحية إجمالي الترددات على المنشآت الصحية التابعة للهيئة منذ بدء المنظومة وحتى الآن، واللي بلغت أكثر من 22 مليون تردد، وأشارت إلى 44 ألف تردد شهري على الأقسام الخارجية لمستشفيات الهيئة وعيادات طب الأسرة بوحدات الرعاية الأولية. وفقاً لمؤشرات الأداء الخاصة بهيئة الرعاية الصحية، وصل إجمالي الترددات على الوحدات الطبية ل 8.77 مليون تردد، فيما بلغ إجمالي التردد على المراكز الطبية 7.9 مليون، وعلى المستشفيات 5.99 مليون، ليصبح بذلك أعلى نسبة تردد على الوحدات الطبية منذ انطلاق المنظومة. امبارح انطلقت من أمام أهرامات الجيزة رحلة طواف إفريقيا 2024، رحلة بالدراجات الهوائية اللي أقيمت تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. تستغرق مدة هذه الرحلة داخل الأراضي المصرية قرابة 13 يوم، وبيمر المشاركين خلالها على عدد من الأماكن الأثرية والسياحية في محافظات القاهرة والجيزة والسويس والبحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان، حتى معبر الحدود السودانية عبر منفذ وادي حلفة لاستكمال الرحلة اللي بتمتد لمدة 3 شهور. يشارك في رحلة طواف إفريقيا 2024 رحلة بالدراجات الهوائية حوالي 50 دراج من عدة دول، هي مصر، أمريكا، كندا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا. طبعاً بخصوص الخبر بتاع جامعة القاهرة اللي احتلت مراكز عليا بالنسبة طبعاً للجامعات المصرية والأفريقية في تصنيفات الدولية، الخبر ده ما هوش جديد، احنا الحمد لله بقالنا فترة بالنسبة لجامعة القاهرة وجامعات تانية على سبيل المثال جامعة المنصورة مثلا من الجامعات اللي بتحتل مراكز كبيرة جدا في التصنيفات الدولية. ده معناه ايه؟ معناه ان النظم التعليمية في هذه الجامعات، معناه انه الدراسة في هذه الجامعات وصلنا لما يساوي او يوازي التعليم في الخارج. واعتقد ان احنا على فترات منا بنسمع كده عن انظمة التوأمة ما بين الجامعات المصرية والجامعات الاوروبيه او جامعات بره، ودي حاجه مهمه جدا ليها انعكاساتها على ايه بقى كمان؟ على بما اننا كنا بنتكلم في البدايه عن السياحه، عن السياحه التعليميه، يعني بالنسبه للطلبه بقى طبعا في القاره الافريقيه او في غير القاره الافريقيه، لما يعرفوا ان الجامعه تصنيفها ارتفع فبالتالي بييجوا عشان يدرسوا في هذه الجامعات، فبيكون في وافدين، وده برضو بينعكس اكتر واكتر عن حركه السياحه وزياده عدد الطلبه اللي جايين عشان يزوروا مصر عشان يتعلموا في هذه الجامعات. مش بس كده، ده كمان جزء من قوه مصر الناعمه، التعليم اللي بيتقدم للوافدين. انا عايزه اقول ان احنا من زمان جدا متقدمين في هذا الملف، ما كانش عندنا تصنيف دولي متقدم بالمنظر ده، لان احنا ما كناش وقتها المشكله ما كانتش عندنا في التعليم قد ما كانت المشكله عندنا في ان احنا نسوق نفسنا، ما كناش بنهتم بعدد الابحاث المسجله، عدد الدراسات، الرانك بتاع الجامعه دايما ما كناش بنبقى مركزين قوي في تصنيفه في الدول بيبقى عامل ازاي، او في تصنيف الجامعات، عشان ما كانش بيبقى فيه اهتمام بتسجيل الابحاث، ما كانش بيبقى فيه اهتمام بان احنا ننشر خارجيا. لكن الموضوع بقى مختلف جدا، انه بقى فيه توجه كبير قوي ان الابحاث الترقيه ما تبقاش فقط ابحاث تتحط على الارفف وخلاص، كلها حاجات لها علاقه بحياتنا اليوميه ومشكلات حياتيه بتخص المصريين بنبقى شغالين عليها في مختلف المجالات، بحيث انها فعلا تعمل فارق. وده اعتقد واحد من اكتر الاسباب اللي خلتنا يبقى لنا رانكينج ويبقى لنا ترتيب دولي. خلينا بقى نتحول لاخبار المحافظات وانطلاق ماراثون مصر الدولي في الاقصر وفتح باب التظلمات الخاصه بالقطع السكنيه لتقسيمات المواطنين في الفرافره. في محافظه دمياط تم الكشف المجاني على 1164 مواطن في قافله طبيه،
وأيضا تم افتتاح معرض الأسر المنتجة في أسيوط بمشاركة 15 جمعية أهلية. تفاصيل أخبار دي وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة الأقصر شهدت انطلاق ماراثون الأقصر الدولي في دورته رقم 31 من أمام معبد حتشبسوت الدير البحري بالبر الغربي لمدينة الأقصر. شارك في الماراثون عدائين من مختلف دول العالم بخلاف فتيات وشباب مصريين. الوحدة المحلية لمركز مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد أعلنت فتح باب تلقي التظلمات الخاصة بالقطع السكنية لتقسيمات المواطنين بامتداد قرية عثمان بن عفان لمدة 15 يوم، وهيتم تلقي التظلمات من خلال الوحدة المحلية بقرى الكفاح أو مركز التطوير التكنولوجي بديوان مركز مدينة الفرافرة. مديرية الصحة والسكان في محافظة دمياط أعلنت إطلاق قافلة بقرية البدراوي بمركز كفر سعد ضمن خطة شهر يناير، وتردد عليها 1164 مواطن، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان وتحويل 16 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وسط إصدار قرار علاج على نفقة الدولة. محافظة أسيوط افتتحت معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة ضمن أنشطة وفعاليات مكتبة مصر العامة، وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية اللي بيقام بفرع المكتبة بمشاركة أكثر من 15 جمعية أهلية وأسر منتجة. مديرية الشباب والرياضة بالأليوبية أعلنت أن التكلفة الإنشائية لبناء ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة وصلت ل 8,300,000 جنيه وفقاً لخطة التطوير والإنشاء بمديرية الشباب والرياضة بالأليوبية خلال عام، واللي بيبلغ عدد مراكز الشباب فيها 205 مركز و16 نادي وثلاث مراكز تنمية شبابية. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أكدت أنه تم بدء تشغيل غرفة الطوارئ والأزمات اللي تم تجهيزها وفق أحدث التقنيات للتعامل الفوري مع أي أحداث ممكن يتعرض لها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج. مركز مدينة أشمون بمحافظة المنوفية شهد بدء نقل موقف أشمون القديم لموقعه الجديد خلف المركز الصحي بمدينة أشمون بعد الانتهاء من إنشاؤه والتشطيبات الكاملة فيه وتسليمه لمشروع المواقف لافتتاحه والتشغيل الفعلي له بتكلفة وصلت ل 17 مليون جنيه، وبيضم الموقف 237 باكية وبيستوعب 252 سيارة وأربع ورش للصيانة و18 محل تجاري.